اوكي، بسم الله. دي اول ارتكل النهارده، الالترا ساوند في السكن والنيرفس والماسلز اوف ذا نيك. اتفضلي يا دكتوره دم. ماشي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي البيبرز النهارده بتتكلم على موضوع براكتيكال وايز بنستخدمه كتير وسيمبل في الديتيلز بتاعته ان شاء الله. هو بيتكلم على الادفانسد الترا ساوند. ثواني بس، هتقول على ان في مشكله في الشاشه. الادفانسد الترا ساوند في السكين والنيرفز والماسلز اوف ذا نيك، ايه البيرز وايه البيت فولز اللي بتحصل لنا لو استخدمنا الهاي فريكونسي ترانسديوس. اول حاجه، هو بيتكلم على ان السوبرفيشال نيتشر بتاعه السكين ستراكشرز بتخلينا نستخدم الهاي فريكونسي الترا ساوند بصوره احسن. ده بيدينا جود اسيسمنت للوكيشن والاكستنشن بتاع الليجن والكومبوزيشن بتاعه، اذا كان سوليد او سيستيك او فاسكولار او في انترنال كالسيفيكيشنز ولا لا. وبالتالي ممكن اقدر اسس اذا كان الاوريجين بتاعه كونجينيتال او اكوايرد، واقدر الليمت الديفرنشال دايجنوزيس واعرف انا واقفه فين بالظبط. لازم يبقى فيه اديكوت تكنيك، لان ده بيقدر يساعدني في ان انا اقدر اعمل ستيجنج كويس للحالات الانكولوجي بالذات، واقدر اعمل اسسمنت للتريتمنت ريسبونس. هنا هو عطي زي اوفر ريفيو سريعا كده للجروس اناتومي بتاع النك. اهم حاجه ان عندنا الهايويد بون، هي اللاند مارك اللي بتقسم النك ستراكشرز سوبرا وانفرا هايويد ريجن في الميد لاين، علشان ما ننساش هي يعني ماشيه بهايويد بون وتحتها الثايرويد كارتلج والثايرويد جلاند بالتو لوبس والاسمس ان بتوين والتراكيه. ميرور ايمج، احنا هنتكلم على ان في الباروتيد والسبمنتال والسب جلاندر سب لينجرال جلاند بايلاترال، والكاروتيد والانترنال جيجولار فينز بالديفيجنز بتاعتهم لاترالي، وطبعا الاسترنوماستويد هي اللاند مارك المهمه في النك ستراكشر. السيرفايكال ستراكشرز اللي المفروض بشوفها من السوبرفيشال للديب، علشان ما انساش بمشي بالترتيب من اوتر للانر، السكين والسب كوتينيوس تيشو، وعندنا الماسلز والسب والسوفت تيشو كومبوننت اللي تحتها، والجلاندولار ستراكشرز اللي عندنا اللي قلناهم اللي هم الثايرويد والباراثايرويد والسليفري جلاندز، والليمف نود مهم ان انا اشوفها اذا كانت فيها بناين ولا مالجنانت كرايتيريا، والفيسز والنيرفز الاسوشيتد، وطبعا التيبلر ستراكشرز اللي هم اللارينكس والتراكيه والاسوفيجس، ولو في اذر ليجنز معانا. بوستيريورلي احنا تقريبا مش مختلفين كتير، بس هنشوف الفارينكس والاسوفيجس والتراكيه والبوستيرور اسبكت بتاع الرايت والليفت ثايرويد لوب. الاسمس طبعا بيبقى انتيرو مش شايفينه، وبيبقوا معاهم الباراثايرويد جلاندز والارتيريال سبلاي بتاعهم الانفيرور ثايرويد والسوبيريور ثايرويد ارتري والفيجاس نيرف والريكارنت لارينجيال. السيرفايكال ليمف نود جروب اسسمنت، دي النيو كلاسيفيكيشن، وحضرتك كنت قلتي في محاضره قبل كده ان هم 10، بس هو هنا في الدايجرام مقسمهم 7 كومبارتمنت. اللي فوق الهايويد بون هو مقسمهم جروب اي و1 و2 مقسمين اي وبي، وتحت ما بين الهايود والكريكويد كارتريج عندنا جروب 3 وجروب 5A، وتحت الكريكويد كارتريج احنا عندنا باقي 7 جروبس. اول نقطة هنتكلم فيها هي الترانسديوسر تايب والتكنيك اللي بستخدمه في الحالات بتاعة النك ليجنز. غالبا انا بستخدم طبعا لينير ترانسديوسر بالافريج من 10 ل 20 ميجا هرتز، وبعلي الفريكوانسي اكتر لو انا هستخدم انفستيجيشن للسكين او الحاجات اللي هي مور سوبرفيشال. عشان نمشي بالجوريزم ما نتلخبطش فيه، هنمسك اول حاجه السكين ونشوف النورمال سكين شكله ايه والسكين ليجنز، وبعد كده ناخد الجلانس اللي اتكلمنا عليها اللي هي الثايرويد والباراثايرويد والسليفري جلانس والليمف نود لو فيهم ابنورماليتيز، وبعد كده ناخد النيرفز والسوفت تيشو والفيسلز والايروي بالالترا ساوند. طبعا هي في نقطه مهمه، ان انا المينيمم ريكومندد فريكوانسي وانا بستخدم اللينير ترانسديوسرز اللي هي اقل حاجه المفروض تبقى 15 ميجا هرتز. ده صوره ليفت كلافيكولار سوبرفيشال ليجن، المفروض ان انا بحط اديكويت اماونت اوف جيل وبعملش سيفير كومبريشن على الاندر لاينج ستراكشرز، خصوصا لو كانت بوني بارت، عشان ما اعملش الترشن للناتشرال ستراكشر او الابيرنس بتاع الليجن. فده ايمج مبين ان في كوتينيوس فاسكولار ليجن، لما عملت سيفير كومبريشن هايندرنج الايفالويشن بتاعت الليجن
لكن لما سبته واتعاملت معاه بالبروبر تكنيك بقى فيه ماركت انترنال فاسكولاريتي انا ما كنتش شايفاها قبل كده. فالتيك هوم بوينت في الحالات اللي زي كده ان انا الكومبريشن اور ذا ليجن اندر ستادي ممكن يأفكت الشيب والميجرمنت والفاسكولاريتي باترن بتاع الليجن، ولازم احط اديكويت اماونت اوف جيل في ريجن اوف اكزامينشن. نمسك نقطه نقطه. النورمال سكين ده النورمال سونوجرافيك ابيرنس بالهاي فريكوانسي الترا ساوند، انا بشوف فيه ثلاثه لايرز من الاوتر موست للانر. هنتكلم ان الابيدرمس ده الاوتر موست لاير وبيبقى فيه هاير كونتنت اوف كيراتين، واللاير اللي بعدها الانترميديت هي الدرمس بتبقى فيها مور كولاجين، والسبكوتينيوس او الهايبودرمس ودي الانر موست او الديبست لاير بتبقى معاها فات كونتنت، وده شكل التريبل لاير اللي احنا عارفينه بتاع السكين بالإبيدرمس والديرمس والسبكوتينيوس والماسلز اندر لاين. نقطة تانية مهمة ان انا الكواليتيتيف والكوانتيتيف ابيرنس بتاع السكين بتدبند على اللوكيشن بتاع السكين ريجون ده نفسه والريجون اوف اكزامينيشن والايدج بتاع العينة والسكس اذا كان ميل او فيميل والسان اكسبوجر. احنا خدنا النورمال سكين في السلايد قبل كده، دي الابنورماليتيز او السكين ليجنز اللي ممكن اشوفها. دي امثله للسيستيك ليجنز، اول واحده كانت البيلر سيست، والثانيه كانت ديرمز ديرمويد سوري، والثالثه كانت ساينوفيال وميوكاس سيست. دي برضو اكزامينيشن لل سوري اكزامبل للسوليد ليجنز، شايفين فيها كذا يعني ديفرنت تايب اوف ليجنز موجودين في كذا لاير للسكين، الابيدرمس والدرمس والسبكوتينيوس والانر موست او الديب، والكومبوزيشن بتاعتهم في منهم السيستيك وفي منهم الميكسد وفي منهم السوليد بالاكوستيك انهانس. ده مثال تاني للسكين ليجنز اللي هي الانفلاماتوري. دي كانت عيانه باثولوجيكال بروفن كان عندها كانسر بريست وفيها لوكال ريديو سيرب. فشايفين طبعا هنا الانفلاماتوري رياكشن في صوره سيكنج للابيدرمس والدرمس ومعاها هايبو كويك درمس، وفي انترنال فاسكولاريتي بالهاي باور بالهاي فريكوانسي الالترا ساوند وبليرنج للفات انترفيس ومعاها فوكال ايريز اوف بانيكيولاتس. ده مثال تاني بقى للسكين ليجن مش انفلاماتوري للانكولوجي. دي كانت عيان عنده بيزوسيلر كارسينوما، الليجن زي ما احنا شايفينه هايبو اكويك ومعاه انترنال فاسكولاريتي وبليرنج للترانزيشن بتاع الدرم. الحاله التانيه دي لحاله ميلانوما فيها ريجولار هايبو اكويك ليجن بنودولار اوتلاين وفي ديفيوز فاسكولاريتي، والمهم بقى كمان ان احنا معانا لينف نود لوس اوف نورمال بيناين كرايتيريا بان فيها ريجولار كورتيكال سيكنينج والهايلم بقى اكسنتريك. حالة تانية برضو فيها درماتوفايبرو ساركوما بروتيوبرنس فيها مايكرو فاسكولاريزيشن ومعاها هنا يعني سسبكتد انفلتريشن للستيرنوماستويد ماسل والسيرفايكال فاشن. الحاله دي كانت ريكارنت سكويما سيل كارسينوما اوف ذا سكالب ومعاها سيرفايكال لينف نود ميتاستاسيس. المهم قوي في الصوره دي ان احنا الليمف نود اللي موجوده في الباروتيد ريجون كانت تقريبا لوس للنورمال كرايتيريا بان انا مش شايفه هايلم وباقي جلوبيولر وكونفلوينت لينف نود. خلصنا السكين بالانواع السكين ليجنز كلها اذا كانت سوليد او سيستيك او حاجات انفلاماتوري او حاجات نيوبلاستيك. هندخل على الجلاند اللي هم الثايرويد. اول واحده دي بابيلر ثايرويد كارسينوما كانت يعني اولموست سوليد نوديول ومعاها كولويد سيستيك ارياز وفيها مايكرو كالسيفيكيشنز وطبعا لوبيوليتد اوتلاين بالانترنال فاسكولاريتي بقى فيه بالدوبلر في بريفرال وسنترال فاسكولاريزيشن. دي حاله تانية مبينه المايكرو كالسيفيكيشنز لما استخدمت هاي فريكوانسي الترا ساوند ب 18 ميجا هرتز بقيت قادره اديتكت المايكرو والماكرو كالسيفيكيشنز وان اذا كان فيه انتكت ولا انفلتريتد ثايرويد كبسول. الهوم بوينت في الحاله برضو دي ان الهاي فريكوانسي ممكن يعمل بيتر كاركترايزيشن للسمول نوديولز، وخصوصا ان ممكن ما اقدرش اشوفها بالترانسديوسر العادي ان انا بشوف السيستيك كومبوننت والمايكرو كالسيفيكيشنز وبقدر احددها بالاكوستيك شادو. دي حالة مبينة فيها الانفيجن للكبسول بتاع الجلاد. أنا شايفة هنا فيه سوليد نوديول هايب أوكويك وليها ريجولار كونتور ومعاها مايكرو كالسيفيكيشنز والانترنال فاسكولاريتي بالدوبلر.
وفي سسبكتد ان انا في جزء هنا في الكبسول انفلتريتد عند الجنكشن ما بين الاسمس والرايت ثايرويد كبسول. الجلاند التانية احنا اتكلمنا على الثايرويد، نتكلم على الباراثايرويد وناخد اكزامبلز ليها. دي كانت عيان عندها هايبر باراثايرويدزم افتر ثايرويدكتومي، فيها سوليد نوديول وكانت هايبر اوكوليك وريجولار وفيها ماركت فاسكولاريزيشن زي ما احنا شايفين هنا، وعطت له الاستيستي اندكس. اكزامبل تاني في الباراثايرويد ادينوما، عندنا في سوليد ليجن بهايبو اوكويك ابيرنس وهيتروجينس ولوبيوليتد اوت لاين او ايريجولار ومعاها بريفرال فاسكولاريتي. طبعا هي الحاله دي فيها ابتيك فاتعرف ان فيها مالجنانت فلتريشن. السليفري جلاندز دي بليومورفيك ادينوما سوليد وسيستيك، يعني هو ميكسد سوليد وسيستيك ليجن، ليها لوبيليتد اوت لاين وعامله بالسيرو اكوستيك انهانسمنت وفيها سلايت انترنال فاسكولار. الحاله دي كانت ريكارنت ديرما بليومورفيك ساركوما اوف ذا سكالب ومعاها انتربريتد لينف نود ميتاستاز لان بقت جلوبيولار شيب والكورتكس بقى فيها انكريس ثيكنس. دي حاله تانية فيها سب مانديبولار سالادينايتس وبقى فيها الهيتروجينيستي والانفلاماتوري رياكشن بتاعت السب مانديبولار جلاند. نتكلم على بعد كده الليمف نود، احنا خلصنا الجلاندز هنتكلم على الليمف نود. النورمال الليمف نود ابيرنس في الالترا ساوند زي ما احنا شايفينها تبقى اوبلونج شيب وفيها سنترال هايبر ايكويك فاتي هايلم والكورتكس بيبقى هايبو ايكويك ومفروض ان ليه يونيفورم ثيكننج وفي تيبيكال هايلر فاسكولاريتي. ده شكلها في النورمال الترا ساوند. لو بالجروس بقى فيتشرز بتاعت الليمف نود، هي المفروض ان هي جلوبولر وليها فيدنج ارتري ودرينج فين وليها افرنت ليمفاتيك وافرنت ليمفاتيك ومعاها الهايلم وسراوندد كلها بكبسول. لو لقيت واحده من الكرايتيريا دي موجوده في الليمف نود يبقى انا بتكلم على بريدليكشن للماليجنانت ترانسفورميشن في الليمف نود وبتتقسم بالديجريز اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. لو انا لقيت امبرسبتبل كورتكس بس الهايلم بريزيرفد يبقى احنا في جريد 1. لو حصل كورتيكال سيننج اقل من 3 مللي بس الهايلم ستيل بريزيرفد يبقى انا في جريد 2. لو السيكنس ده زاد عن 3 بس ستيل الهايلم بريزيرفد يبقى بنتكلم على جريد 3. لو الاوت لاين بتاع الكورتكس بقى لوبيليتد والهايلم موجود بقت جريد 4. لو الكورتكس معاها فوكال هايبو اوكويك لوبيليشن وديسبليس ذا هايلم يبقى جريد 5. ولو هايبو اوكويك ماس بجلوبيولار وانا مش شايفه هايلم وبقت كلها جلوبيولار شيب يبقى احنا بنتكلم على جريد 6. دي اكزامبلز بقى للليمف نودز هنتكلم عنها ونشوف. اول واحده اتيبيكال ليمف نود في بابيلاري ثايرويد كارسينوما احنا شايفين هنا فيها كورتيكال تيجننج والبريفرال وانترنال فاسكولاريتي والهايلم مش في الاناتومي في النورمال اناتوميك اللوكيشن بتاعها. الحاله الثانيه دي بقت كلها تقريبا دي بكتيريا الادينايتس الليمف نود كولوم جريتد مع بعضها ومش قادرة أعمل يعني ديسكريميشن لكل الليمف نود لوحدها بس بقى معاها ديفيوز كورتيكال سيكننج وفي بريزيرفد كورتيكال مدالري ريليشن مع الهايلم. بيتر اسيسمنت للفوكال والديفيوز والنوديولار كورتيكال سيكننج أنا المفروض بستخدم هاي فريكونسي ترانسديوسر وبالذات إن أنا أقدر كمان أشوف بيها المايكرو كالسيفيكيشنز ويزن الليمف نود اللي أنا حاسة إن فيها سسبيشس مالجنا ترانسفورميشن. دي حالة تانية برضو جرانيلوما related acidic inclusion material في شكلها باين ان هي hypoechoic solid nodule و circumscribed ومعاها slight internal vascularity. دي حالة تانية كانت complicated related acidic filler لقينا فيها lymph node migration وبقى معاها inflammatory changes و جرانيلوما formation. خلصنا الليمف نود هنتكلم على النيرفس. ده اكزامبل لبايلاترال سيرفايكال ريب عند سي 7 ومعاه سيكند او ريلاتيفلي سيكند لسي سي 8 روت في البريكيال بليكسس. بشوفه بالالترا ساوند بيبقى فيها زي ديفيوز هايبر اكويك سيكننج كده وده يعني كورليتد بالام ار اي بقى فيه ابنورمال سيجنال عند اللور ترانك اوف ذا ليفت سيرفايكال بريكيال بليكسس. الحاجة اللي بعد كده هي السوفت تيشو والأذر ستراكشرز اللي ممكن أشوفها في النك زي أشهر مثال هو سايرو جلوسال سيست. دي بتبقى عبارة عن سيك وولد سيستيك ليجن موجودة في الميد لاين أوف ذا نك وإنفيريور للهايود بول وبيبقى شكلها بالشكل ده بس طبعا فيها هنا ايكوجينيك ماتيريال فدي دليل على حصل فيها سكندري بكتيريال.
دي حالة تانية فيها فولكيوليتس ببيشنت كان جاي بريزنتد ببين وبريدنس في السبمنتال ريجن. بقى عندنا ليجن نودولار ستراكشر وفيها سنترال فاسكولاريتي. احنا لسه في السوفت تيشو ريجنز، عندنا دي انجيولايبوما ظهرت في الالترا ساوند بهايبر اكويك وهيتروجينس وسب كوتينيوس ان لوكيشن، بس ما فيهاش اندستينكت اوتلاين. الحاله دي كانت سوبرا كلافيكولار لايبوما ظهرت في شكل سوليد واوفال شيبد وهايبر اكويك نوديول موجوده في الهايبوديرمس، وده اللي كنا بنتكلم فيه ان انا ممكن احضر اللوكيشن او الاكزاكت لوكيشن في انهي لاير من السكيب. ودي اكزامبل للبراكيال كليفت سيست ان فيها سيستيك سوبرفيشال ليجن وكوميونيكيتنج مع سكان في الجزء ده. خلصنا بقى الجزء بتاع السوفت تيشو ستراكشرز، ندخل على الفيسلز. بقدر اديتكت بالهاي فريكونسي الترا ساوند فاسكولار ليجنز بتبقى ظاهره، ممكن انيكويك او هايبوكويك فاسكولار ليجن بالدوبلر الالترا ساوند اكزامينيشن. طبعا ممكن اشهرهم هي الهيمانجيوما، ده اكزامبل ليها. تاني حاجه الفاسكولار مال فورميشن والسودو انيوريزم. دي حاله فيها فاسكولار ليجن، في كانت 1 year old girl كان عندها هيدروجينوس سودو ليجن في الرايت سوبرا كلافيكولار اريا، كان سلايت هايبوكويك ومعاها انترنال فاسكولاريتي. وبعد كده 6 months later الليجن ده جرون اب وبقى فيه انتنس لو ريزيستنت ارتيريال وفينوس فلو، وده بيسجست ان ده طلع في الاخر فاسكولار تيوب. ستيل احنا موجودين في الكومبارتمنت بتاعت الفيسل ليجنز. الحاجه اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي الكاروتيد بادي تيومر، وهو مقسمها according للديجري بتاع الانترنال كاروتيد ارتري كونتاكت، ان لو الكونتاكت ده اقل من 180 ديجري فده جروب 1، لو من 180 ل 270 ده جروب 2، ولو اكتر من 270 يبقى احنا بنتكلم على جروب 3. ده اكزامبل لحاله بارا جانجليوما، كانت قدرنا نحدد بالترانسديوسر 24 ان في فاسكولارايزد اكسبانسنج ليجن وليه لوبيوليتد اوت لاين وموجود في الرايت كاروتيد ارتري بايفوركيشن. دي كمان حاله بس مش ارتيريال، دي نيمفاتيك سيرفايكال ليمفانجيوما، بقدر اديتكت ان هي بتبقى سيرفيجنس وتيوبولار سيستيك ليجن موجود بانيكويك ابيرنس، وطبعا ابسنت فلو في الدوبلر التراساوند. خلصنا الفيسلز، هنتكلم على الاير واي. الاير واي بتبقى مهم جدا ان انا استخدم الهاي فريكونسي الترا ساوند، وخصوصا اللارينكس بقدر اشوف فيه الفوكال نوديولز والبوليبس والسيست، وبيبقى يوسفل في الايدنتيفيكيشن خصوصا في السمول جلوتيك تيومرز او حالات الفوكال كورد بولسي، وبيعتبر نون انفيزيف الترناتيف للارانجوسكوبي والفاين نيدل اسبيريشن سايتاش. التكنيك انا بستخدم ترانسديوسر من 7 ل 18 ميجا هرتز بهاي فريكونسي علشان اشوف التانج والبري جلوتيك سبيس، والبروتوكول ان انا بستخدم ترانسفيرس وميد لاين وباراميد لاين وترانسفيرس ولونجيتيودنال سويبس. يعني انا باخده بترانسفيرس، الترانسديوسر بيبقى ترانسفيرس باخده من فوق لتحت، وباخد لاترال وسويب ميديال ولاترال. العيان ممكن يبقى سوباين ممكن يبقى سيتد ان بوزيشن. ده يعني سيمبل بريف اكزامبل للالترا ساوند في ترانسفيرس ايمجنج على الكريكو ثايرويد ليفل. انا شايف ده الفوكال كورد في ادكشن، ومعانا الاسترنو ماستويد والاسترنو هايود ماسلز دول كلاندمار. هنتكلم على التيبس والتريكس فور كلينيكال باتس. انا ممكن بايفاليويت طبعا قبل العيان ما بيدخل، المفروض ان انا بيبقى عندي بريفيس اكزامينيشنز، عندي فيزيكال اكزامينيشن اذا قدرت، عندي باك جراوند للبريفيس انفستيجيشنز اللي عملها، وبدوكيومنت الكلام ده بفوتوز او بكلينيكال داتا اذا قدرت. دي حاجه مميزه مع ريترو اريكولار ليمفادينوباسي، زي ما احنا شايفين ده ريترو اريكولار ليجن. العيان كان جاي بريزنت بسكالب بين وهايبر اكويك اريا، دي اسوشيتد معاها الليمف نود فيها رياكتيف رايت اوريكولار ريترو اوريكولار ليمف نود ومعاها كورتيكال ثيكنج. الفيتشر بقى بروسبكتيف للهاي فريكونسي الترا ساوند ان انا بقدر، هو بيساعدني في البيتر دايجنوزس لو انا عملت اسسمنت مظبوط، ليه كوريجنال ستيجنج تريتمنت فولو اب والانترفنشن اذا احتاج.
الادفانسز بتاعته هي السونو الاستجرافي، وده افيلبل بهاي كلاس في الكونفشنال الترا ساوند. ممكن استخدمه في ان انا اعمل ميجرمنت للتيشو ستيفنس والكومبلاينس والسترين. وفي نيو موداليتي جديده اللي هي دايناميك الاستجرافي سونو الاستجرافي، بس ده محتاج طبعا فرزر ورك اب. المايكرو فلو انا بقدر بيساعدني ان انا اشوف السلو والويك بلاد فلو، وبيعمل بيتر ريزوليوشن وسنسيتيفيتي، واقدر اشوف الفلو باترن حتى لو ايفن سمول في الدايناميك الترا ساوند. عندنا بقى حاجه جديده اللي هما الالترا هاي فريكوانسي الترا ساوند، ودي دي الادفانسز الجديده ان هما بيستخدموا فريكوانسي اعلى من 30 ل 100، ودي غالبا بتستخدم في السيريفري جلاندز والكونجنتال ابنورماليتيز والحالات اللي بيبقى فيها زي جوجنر سيندروم، وخصوصا كمان حالات الدرم. الارتفيشال انتليجنس بيقلل الارتفاكت، وممكن ازود الايمج ريزوليوشن. والريل تايم 3 دي انا بستخدمه خصوصا في حالات الاوبست والكارديولوجي والفاسكولار ايمجينج والسيرجيكال جايدنس واليورولوجي والماسكولوسكيتال تيشوز. التيك هوم مسج في السلايد بتاعت النهارده ان انا مهم قوي ان انا استعمل بروبر تكنيك واديكو ترانسديوشن تشويس، يعني ما ينفعش استخدم في حاجات محتاجه هاي فريكونسي استخدم لها لو والعكس، والبروتوكول بتاع الاكزامينيشن العيان لازم يكون في بروبر بوزيشن وبيبقى فيه بروبر اكزامينيشن وانترفيو، وافويد الكومبريشن للسايت اوف انترست زي ما قلنا، واديكويت اماونت اوف جل. الهيدا نيك واحنا بنستخدم الهاي فريكونسي ترانسديوسر دونت فورجيت ان احنا ايفالويت قلنا من السوبرفيشال للانر السكين ليجنز بالكومبوزيشنز بتاعتهم واللايرز، بحدد اللوكيشن بتاع الليجن ده اذا كان في سوبرفيشال او في انترميديت او في الانر موست دي لاير، والفاسكولاريتي بشوف الثايرويد جلاند، بشوف الكالسيفيكيشنز بتاعتها جوه النوديولز اذا كان في سيستيك او سوليد او ميكسد كومبوننت، الكابسولار انفلتريشن وده مهم، والاكستنشن للسراوندنج ستراكشرز، الليمف نود مورفولوجي وده مهم علشان الاستيجنج اذا كان بريزيرفد هايلم او في كورتيكال ثيكنينج او ابنورماليتيز، واشوف اذا كان فيها كالسيفيكيشنز او مالجنانت كرايتيريا. السيرفايكال فيسلز والنيرفز والايرويز والسوفت تيشوز لازم اتشيك وسمرايز الابروتش بتاعي علشان اقدر احدد انا محتاجه ايه بالظبط واقلل الديفرنشال دايجنوز. شكرا جزيلا. شكرا انا خلاص جزيلا يا دعاء، تسلم. بصراحة بصراحة محاضرة جميلة وقيمة ولما الأمور كلها. شكرا شكرا جزيلا. جزيلا على حضرتك. شكرا. إحنا يا شباب هنخرج دلوقتي وندخل على نفس اللينك تاني عشان هنشوف محاضرة كويسة قوي في البارانيزال ساينس، فنخرج وندخل عليه.